العمر رحلة سفر، والشعر فيها العمر مشوار. هل الفنون الشعبية تختلف من محافظة إلى محافظة في الباحة؟ أشهر ما في منطقة الباحة من الفنون فن العرض، هذا قد يكون رمز أو شفرة معينة ما بين شاعر وشاعر. في ألحان عديدة قد يتجاوز 50 لون و50 لحن، وكثير من الشباب ما يميل إلى الرقص أكثر مما يميل إلى صف العرضة. الشعر أكثر ما يكون في المسحباني شعر الغزل. اللعب طبعا يختلف عن العرض وعن المسحباني بإيقاع ما أختلف. بالنسبة للموهوبين منطقة الباحة ماذا قدمت لهم الجمعية؟ لابد تكون جمعية عضو أساسي في المشاركة في هذه المهرجانات. على أرض الجنادرية قدمت تقريبا كافة الفنون الشعبية الموجودة بمنطقة الباحة. الشعراء منطقة الباحة كثير، أكثر تقريبا من 100 شاعر. جمعية الثقافة والفنون ساهمت في هذين التكريمين. فرقة الباحة حصلت على المركز الأول العام الماضي للمرة الرابعة على التوالي بمهرجان الجنادرية.